نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في عزبة البنك مركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وقال وكيل وزارة الصحة بدمياط السيد عبد الجواد إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيروس كورونا بعد التسجيل على الموقع وتذليل جميع العقبات أمامهم، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.